تقول هي مرة سعيدة بالمشاركة في المكان الرائع هذا، تقول شيء جميل وهذا الدعم الكبير لنا كذوي إعاقة وخاصة الصم. تقول أني كفنانة ومشاركاتي كثيرة، وثيقة العمل الحر هذه أضافت لي شيء كبير، جعلتني أرتبط بشكل كبير مع الجهات الرسمية في العمل وتكون متحمسة بشكل كبير ومشاركاتها تكون بشكل رسمي. تقول مع وجود هذا الدعم الكبير هي تؤيد بشكل كبير استخراج هذه الوثيقة، وثيقة العمل الحر، لأنها تجعل مشاركاتهم بشكل أكبر وأيضا على مستوى المناطق المملكة العربية السعودية. تقول دائما الآن هي تشارك في كل المناطق بسبب استخراجها أيضا لهذه الوثيقة، وثيقة العمل الحر، ودائما يطلبوها في مناطق المملكة العربية السعودية. خلصت تدريب التعاوني والحمد لله تم تعييني في الشركة، توظفت والشركة كانت يعني مهيئة لي الوضع أني أكمل بكالوريوس. الحمد لله كملت بكالوريوس شهر 11، قبل شهر تخرجت من مرتبة شرف ثانية بكالوريوس.